صباح الخير. المفروض ان احنا بقينا اصحاب خلاص، احنا مش بنتقابل هنا كل يوم الصبح. يا زار النهارده هيطلع حر قوي. سامة اصحى حبيبي، الساعة 7. يلا قوم يلا. ايه ده؟ مش معقول اللي انتوا بتعملوه ده؟ كل يوم لازم تعملوا الهرجله دي وانا لمها؟ مستحيل، مفيش نظام، فوضى، كله فوضى كده. يا فتاح يا عليم، كل يوم نصطبح على الموال ده؟ دي ما بقتش عيشه دي. قومي يا اختي، قومي، نشيد الصباح ابتدى. رشيدة تيجي تسمعي كلمتين على الصبح. قومي. دي اصول دي؟ ده بيت بتاع بني ادمين؟ عمركم ما هتكبروا ولا تتعلموا ابدا. وانا هفضل شايله همكم لحد امتى؟ لازم تعرفوا ان ايام العز بتاعت زمان خلاص انتهت. والبيت اللي كان مليان شغالين ما بقاش فيه حد يخدم الا انا، وانا تعبت خلاص، مش قادره اكمل. بتدوري على ايه يا جميلة؟ عندك تحت الترابيزة. ما عادتش تنفع خلاص، حطيها في سبت الغسيل وخدي واحدة نظيفة. اتحركي. واخدة دي ليه؟ حطيها عندك. يلا. بتعمل ايه؟ بدور على الجزم. في حد بيحط الجزم على الكرسي اللي بنقعد عليه؟ مش في دولاب جزم؟ ايه ده؟ تعال وري. ده شراب تلبسه ده؟ ما غسلتوش امبارح ليه قبل ما تنام؟ هتعمل ايه؟ هتغسله دلوقتي؟ لا، هلبسه. اتفضل سيبه وخد واحد نضيف من الشفونيرة. يلا اتحرك. يلا. الله، فين الحزام الجديد يا بابا؟ انا برتاح فيه. ترتاح؟
ايوه برتاح. اصل ريحه المرحومه امك كان هديه منها في عيد ميلادي. بتشخطي وتنطري ليه على الصبح يا رشيده؟ يا بابا كل يوم اصحى الاقي البيت على الحال ده، انا هتجنن هتجنن، ما بقتش عيشه. ايوه يا بنتي بس مش كده، بالراحه بالراحه. راحه هي فين الراحه دي؟ دقيقة واحدة يا سعادة البيت، حالا هجيب لك البيانات. أنا بدور عليه، أول ما هلاقيه هتصل بسعادتك. هي الأزة رشيدة لسه برضه ما جاتش؟ لسه يا فندم. دي اللجنة هتجتمع بعد ساعة بالشكل ده. حد من أعضاء اللجنة جه بره؟ في الأستاذ لطفي والأستاذ عبد العظيم. طلب شوية بيانات كانت هنا، أنا متأكد. دور معايا عشان يا ابني في الملفات دي. أنا مش عارف إيه اللي أخرها بالشكل ده. ده عمرها بتتأخر. ده أنت تظبط عليها الساعة. صباح الخير يا فندم. وأسفة جدا على التأخير، بس الحقيقة العربية عدلت مني في السكة، اضطريت أبعت أجيب الميكانيكي لحد ما أنسة رشيد. الحمد لله على السلامة. انت فاكره البيانات اللي كنا عملناها عن مصاريف الاحلال والصيانه؟ ايوه يا فندم، موجوده عندي في درج المكتب. دقيقه واحده اجيبها. استنيني هنا يا منى، انا مش هتاخر عليك. طب جميله بسرعه وحياتي. حاضر. تالت عشرة. برافو محي بيه. هو في حد بيقدر يغلبك؟ ده انت ملك الطلب. انتوا لازمكم دروس تقويه، روحوا اتمرنهم وبيبقوا العبوا ويايا. حد تاني عايز يتغلب؟ نجرب حظنا يمكن. جرب اتفضل. جميله. ايه اللي جابك دلوقتي؟ انت ما رحتيش المدرسه النهارده؟ رحت يا بابا، احنا النهارده الخميس بنخرج من الصيام. واختك رشيده عارفه انك هتخرجي من المدرسه وتيجي على هنا؟ اوعى تقول لها يا بابا دي تموتني. ما شاء الله، بقى خايفه من اختك ومش خايفه من ابوكي؟ ارجوك يا بابا مش وقت الكلام ده، دلوقتي معاك 5 جنيه سلف. 5 جنيه؟ ليه هتعملي بيها ايه؟ اصل منى صاحبتي اهلها سافروا وما سابولهاش فلوس في البيت، لازم ننقذها يا بابا، ده عمل انساني. وما سابولهاش فلوس ليه؟ خلصت. ما شاء الله ما شاء الله، اصل معانا قوي علشان نصرف على بيوت غيرنا. وابوها ده بيشتغل ايه؟ رجل اعمال. ودي اعمال يعملها برضو؟ جاله تلكس فجأة في شغل مستعجل هيكسب فيه 1,000,000 جنيه، يقعد يعني جنب بنته ويسيب الشغل يمشي؟ لا ازاي يقعد ازاي، لا هو يمشي ويسافر ويكسب واحنا نصرف. اتفضلي يا ستي اتفضلي. هي فين 5 جنيه؟ راحت فين دي؟ اخر 5 جنيه ويايا. اتفضلي يا ستي اتفضلي، اديها لصاحبتك عشان تنقذ نفسها، ما هو عمل انساني. متشكره قوي يا بابا. مع السلامه يا روح بابا. اهد ايدك يا رضوان. حاضر يا فندم. اتفضل. شكرا. حضرتك طلبت قهوه مظبوط؟ ايوه. الف شكر. يا ترى في محضر لاجتماع اللجنة؟ طبعا الأنسة رشيدة طبعته. أنسة رشيدة خلاص اللي في ايدك، وفضلنا شوية بقى. دقيقة واحدة يا فندم. بعد نص ساعة تقدم الليمونات. حاضر يا فندم. بس اسمع،
اغسل الكوبايات كويس بالصابون اللي انا اديته لك. ها من عناية يا استاذه. أليس رشيدي خلصنا وحياه ابوك؟ حالا يا فندم. أنسة رشيدة مديرة مكتبي، الأستاذ لطفي والأستاذ عبد العظيم. تشرف. الأستاذة رشيدة بكالوريوس سيجارة ودبلوم إحصاء، طول عمرها في مدارس أجنبية، من عائلة طوسم باشا. جدها الله يرحمه كان طوسم باشا. رشيدة هي أول واحدة في عائلتها تدخل الجامعة وتخرج لمجال العمل. حاجة عظيمة فعلا. الأستاذ توفيق الشناوي تشرف كان بيشتغل هنا في الشركة قبل انت ما تيجي فيه، ده أول ما اتخرج على طول. والده عبد العليم بيه الشناوي رئيس مجلس إدارة الشركة العالمية. توفيق بيه قعد بره 8 سنين، عمل ماجستير في الاقتصاد وبيحضر الدكتوراه. غيبة طويلة. هيمسك إدارة التخطيط عندنا هنا في الشركة. تشرف. أنسة رشيدة هي اللي ماسكة لي المكتب الله يخليه. كل اللجان كل الاجتماعات هي اللي تحضرها وإحنا نقعد نتفرج على بعض. ثقة بقى يا أستاذ يحيى. وإحنا اللي مش ثقة؟ هما الشغل اللي محوله علينا ده كله إيه؟ مش دليل ثقة برضو؟ بس كل واحد وله دوره. صحيح أنا ما كنتش أحب إن يبقى ده دورها، لأنه بيعملها وكأنها نهايته. اللي أنا عايز أقوله إن زي ما المدير بيثق فيها بيثق فينا إحنا كمان. لكن مين اللي في الصورة دايماً يا أستاذ؟ مين اللي في الصورة؟ لكن هقول إيه؟ مفيش حد واخد حقه هنا غير الستات. عمر ما حد يقدر يقول على رشيدة كده. ليه؟ مش ست زي بقية الستات؟ بالعكس، هي ست وست كاملة كمان. وللسبب ده نفسه محدش يقدر يقول ان المدير متحمس لها عشان انها ست. رشيدة انسان وانسان مسؤول، وعشان كده يمكن مشكلة رشيدة انها مش حاسة ان هي ست، وست حلوة ورقيقة كمان. انا نسيت، ما انت. انا منكرش اعجابي بيها، بس للأسف هي مش حاسه بيا خالص. هي مش حاسه بيكوا بس، دي كمان يا استاذ بتتعمد انها تهينك. انت لاحظت امبارح لما حاولت تساعدها في شغلها قالت لك ايه؟ قالت انا اسفه يا هشام ما تساعدنيش، لانك لو ساعدتني هضطر اعيد شغلك كله من تاني. وانتهى الاهانه طبعا. وانتهى الصراحه والصدق. الو، مين مين بيتكلم يا فندم؟ عزت؟ عزت فين؟ مش هنا. أنا مؤاخذة يا فندم، سيادتك عايز ضروري؟ أنا قلت لسيادتك مش هنا. طب سيادتك خليك معايا السماعة لما نشوف. أستاذ عزت التليفون على جنب. الخشب اللي هبطن بيه حيطان الأوضة عايزه أرو. أستاذ عزت، كفاية قوي الحيط اللي ورا المكتب دي نعملها أرو، والباقي ممكن يكون مثلا. لا لا لا، مش كفاية مش كفاية. سيادتك رد على التليفون يا بيه. ايه، حامل هم التكاليف؟ لا ابدا. ولا يهمك، اوضه مدير الفرقه لازم تليق بالمقام. طبعا يا فندم. الو، ايوه مين؟ انا المخرج عزت الانصاري. لا يا فندم لا، الرقم اللي بتقوله سيادتك ده غلط، الرقم الصحيح اهو. اي الارقام الصحيحه؟ ايوه هو ده الرقم. انا اسف يا جماعه. على العموم الأرقام دي بعدين. بعدين إزاي؟ إذا كان الموضوع كله مبني على أساس الأرقام. وبعدين من فضلكم خلصونا وأجلوا الموضوع للاجتماع الجاي. طيب يا جماعة كفاية كده. الاجتماع الجاي إمتى إن شاء الله يا رشيد؟ دي واحدة أشوف أجندة المواعيد. بالنسبة لديكور الفصل الثاني من المسرحية، أنا شايفة كمهندسة ديكور إن المضمون اللي عندي يقول إن إحنا لازم. مضمون إيه؟ آه، اللون ده أحسن أحسن. آسفة مرفت مش واخد بالي، أنت عارفة إن مخي مشغول في 60 حاجة. طبعًا، الله يكون في عونك يا سيادة البيه المدير.
ما انت اصلك من ساعة ما بقيت مدير محدش قادر يكلمك. الله 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 يا مر، حد يقول لي الكلام ده برضه يا ميفا؟ ده انا لو اتغيرت مع الناس كلها مش هتغير معاك انت. على العموم انا رقبتي سداده ومستعده اشتغل لك مساعده مخرج كمان. الو. اهلا 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 هريدي بيه، اهلا وسهلا. ايه؟ لا 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 فاضي خالص. لا يا راجل، مسرحيه ايه ده؟ كلها اسبوعين وهفضلكوا خالص. مشغول ده يا اخوي؟ لا ابدا، اهو ادينا بنحلل القرشين. ها؟ على قد فلوسهم يا سيدي. تحت امرك. اي جاهز العقد زي ما اتفقنا. ما تحرمش ما تحرمش. الله، اخجلتم تواضعنا يا راجل. هو ده الشغل اللي بمزاج، سيبك انت، كله على الله، كله على الله. اوكي اوكي، مع السلامه يا ريدي بيه. الف سلامه، مع السلامه. انتوا هنا بتسموها مديره مكتب، احنا بره بنسميها سكرتيره تنفيذيه. وده مستوى راقي من السكرتيرات، ما توصلوش الواحده الا بعد خدمه طويله. منتهى الاهانه. انت ليه بتاخديها على انها اهانه؟ ده انت كفاءه كبيره وده شيء نادر. الظاهر يا استاذ توفيق ان بعدك عن مصر خلاك تنسى ان بلدنا مليانه كفاءات. انا فعلا كل يوم بكتشف اشياء جديده مدهشه ما كنتش اتصور ابدا انها موجوده، واعجابي بالبلد وباهلها بيزيد يوم عن يوم. فعلا كان لازم اكون انا المسؤوله. انت ساعات كنت بشر سعيدة بالمسؤولية دي، اني بقوم بعمل انسان نبيل. مش معنى كده ان انا اللي اخترت ده ابدا، انا ما كانش قدامي اختيار تاني. يمكن المسؤولية دي كانت بتديكي نوع من الحماية وعلشان كده كنت سعيدة بيها. حماية؟ يعني في مواجهة قسوة الحياة وقسوة قلوب الناس اللي حواليك. من يوم ما فتحت عينيا للدنيا وانا حاسه ان في حاجز بيني وبين الناس، لا انا قادره افهمهم ولا هم قادرين يفهموني، عشان كده بعدت عن الناس وبعدوا عني. كان صديقي الوحيد هو الكتاب والدراسه. عمري ما حسيت اني بنت زي بقيه البنات. علشان كده اخترتي انك تكوني مسؤوله وبرضاكي. ما كانش قدامي اختيار تاني، لأن المسؤولية كانت هتخلي فيه مبرر منطقي معقول لابتعادك عن الناس إنك مشغولة، والمسؤولية بالنسبة لك حجة قوية جاهزة تحتمي بيها لما الناس تسألك. ليه ما اتجوزتيش لحد دلوقتي يا رشيدة؟ ما كانش ممكن أقول لهم لأني ما لقيتش الشخص اللي ممكن يفهمني وأفهمه، لكن كان سهل عليا قوي أقول لهم لأني كنت بربي إخواتي، لكن الإخوات خلاص كبروا دلوقتي وبابا اجتاز الأزمة. طب ايه المبرر دلوقتي؟ ايه العذر اللي اقدر اقوله للناس؟ مش هو ده البيت؟ انت ازاي وصلتني لحد البيت؟ الناس تقول ايه واخواتي والجيران؟ كفايه يا رشيده كفايه. كفايه خوف بقى. خليكي انسانه شجاعه. واجهي الحياه بشجاعه. واجهي الناس بصدق واخلاص. في ايه لما زميل ليكي يوصلك بعربيته وانت عربيتك عطلانه؟ على كل حال هتصل بيك اللادي علشان اطمن عليكي. بسلامه. شكرا. خلاص مصمم على السفر؟ مش خلصت شغلي؟ يعني مش هتحضر الافتتاح؟ انا خلاص حجزت في الاوتوبيس الصحراوي. يعني ايه يا ميرف؟ قربي مني؟ مش الفكره يا عزم، بس انا ما دمت خلصت شغلي ما اقدرش اقعد هنا، ما اقدرش من غير ما اعمل حاجه. تاكس ميرفت. انا حاطط ايدي على قلبي من المسرحيه دي، خصوصا ان دي اول مسرحيه بخرجها وانا مدير الفرقه. ليك حق، انت ما اديتش المسرحيه حاجه يا عزت عشان تنتظر منها انها تديك. الفن ما فيهوش تنازل. تاكس يلا، هدي اخر مسرحيه اخرجها للفرقه دي.
اخر مسرحيه هشتغل معاك فيه. ايه تخلى عني يا مرفت؟ تاكس مرفت انا محتاج لك. وانا مش محتاجه لك. طب اشوفك لما نرجع مصر. ما اظنش اني هشوفك تاني. تاكس فاكر يا عزت؟ فاكر لما كنا بنشتغل سوا في مسرحيه الافق البعيد؟ ايامها ما كانش معانا فلوس لكن كان عندنا احلام كبيره، كانت قلوبنا مليانه حب. لا والله فنانه بنت، فنانه بنت فنان، بحبك بموت فيك يا مجنونه. انت اتغيرت يا عزت، اتغيرت. الله ماله المسرح التجاري؟ المسرح التجاري المسرح التجاري مسرح ناجح وبيكسب فلوس، واحنا طالعين نبقى زيهم. ما اظنش اني هشوفك تاني يا عزت، ما اظنش اني هشوفك تاني. اهدى. امبارح نمت من غير عشاء. قعدت اقرا شويه، كنت تعبان وعايز انام. اهدي الطريقه الوحيده اللي اضمن بيها انك تتعشى. انا عايز اعرف مين فينا المسؤول عن التاني، انا ولا انت؟ من هنا ورايح يا بيه انا المسؤول عنك. الو؟ ايوه موجود يا فندم. حاضر ثانيه واحده. تليفون علشانك يا بيه. مين يا مصطفى؟ مش عارف، واحده. الو؟ ايوه يا رشيد. انا لا يمكن اشتغل مع المدير ده تاني، كفايه اللي انا عملته عشان، وادي اخرتها. خلاص يا رشيد براحتك، ما دام التفاهم بينكوا اصبح مستحيل. يا ترى توفيق حصلك لما مشيتي؟ وصلك لحد البيت؟ لا ابدا، كويس كده، ما كنتيش هتضطري تسوقي وانتي في الحاله دي. بتقولي ايه يا رشيده؟ مين؟ جميله؟ مالها جميله؟ راحت النادي وما جاتش لغايه دلوقتي، واتصلت بيها هناك قالوا لي خرجت مع منى صاحبتها، وانا ما برتاحش للبنت دي، مش عارفه اتصرف ازاي. طب بس هدي نفسك ودلوقتي تيجي. المهم وحكمه والا هتفقديها. دي واحده يا هشام، يظهر هي اللي جت. تقدري تقولي لي كنت فين؟ في بنت في سنك تسهر بره البيت لحد دلوقتي؟ هي حلوه قوي للدرجه دي يا ابي؟ هي مين؟ ابله رشيده، مش اسمها كده برضو؟ رشيده دي زميلتي في المكتب، كان عندها مشكله وعايزين احلها لها. وحلتها لها؟ ابدا، المشكله اتحلت لوحديها. اهو حضرتك دايما كده يا بيه، تسيب المواضيع لما تتحل لوحديها. هي دي بقى اللي على بالها ومع كده شغله بالها. هي ايه؟ ما حاولتش ابدا تعرف شعورها ناحيتك يا بيه؟ لسه ما جاش الوقت. ثم انت ايه اللي دخلك في الحاجات دي؟ انت ناسي ان من هنا ورايح انا المسؤول عنك؟ اسمع كلامي يا بيه، ما تسيبش المواضيع كده لما تتحل لوحديها، ما تضيعش منك الفرصه، لازم تعمل حاجه. في امور كده يا مصطفى، اذا حاولت تتدخل وتحلها بتتعقد اكتر. المفروض انك انت تسيبها للزمن هو اللي يحلها لوحدها. كنت فاكراكي بنت عقل، مش هتسيئي للحريه اللي احنا قدناها لي، لكن توصل بيكي الجراءه والاستهتار وتركبي عربيه مع ناس زي دول؟ ما انا قلت لك يا قبله اني ما كنتش معاهم لوحدي، كان معانا منى وجيجي وبقيه الشله، وبعدين منى وعادل تقريبا مخطوبين. تقريبا؟ في حاجه اسمها تقريبا؟ مالك انت والاوساط دي؟ تختلطي بيهم ليه؟ الناس تقول عليكي ايه؟ مالكيش اصل. خلاص يا قبله، أنا مش هعمل كده تاني، أوعدك.
ولا كبرت يا جميلة وبقيت تخاف عليك؟ ما تخافيش علينا يا أبلة، احنا كويسين وبنعرف نتعامل مع زمايلنا كويس. تتعاملوا معهم ازاي؟ عادي. ايوه عادي ازاي يعني؟ يعني زينا زيهم، مفيش حد احسن من حد، لا هم احسن مني ولا انا احسن منهم في حاجه. والله هايل. انا جيت. ميرفت. اهلي يا ميرفت. ازيك يا حبيبتي، وحشتيني. ازيك يا قبل، انتوا كمان وحشتوني جدا، ما تتصوروش قد ايه. قولي لي عملوا معاكي ايه بتوع الفرقه؟ حد اترازل عليكي؟ هو في الواقع ما حدش اترازل ولا حاجه، لكن عزت مدير الفرقه خطبني، كان عايز يتجوز قبل الافتتاح علشان يظهر بيا قدام الناس ويقولوا شوفوا عزت عارف يختار بنت حلوه وشيك ومثقفه ومن عيله. وانتي قبلتي؟ انا لا طبعا، انا ازاي اربط مصيري بمصير انسان زي ده؟ انا كويس ان انا عرفته قبل ما كان يحصل جواز، كانت تبقى مصيبه. شفتي بقى يا قبله، خلاص الدنيا اتغيرت، محدش بيفكر زيك كده. يعني ايه؟ هو انا اللي بقيت من اهل الكهف؟ لا يا قبله رشيده، انت بس مش مختلطه. بني ادم لازم يختلط علشان يعرف الكويس من الوحش، لو فضل طول عمره خايف من الناس عمره ما هيتعلم. يا سلام، وانتوا بقى اللي هتعلموني؟ لكن معاكم حق، انا عيبي فعلا اني مش مختلطه، اني محافظه، وهو ده عيبي. الو، مين حضرتك؟ عاوز قبل رشيدة نقول لها مين يا فندم؟ حاضر، تليفون عشانك يا قبل رشيدة. مين؟ بيقول واحد زميلك. الو. لا ابدا ابدا، انا بقيت كويسه خالص. رشيدة تبقى مديرة اداره؟ طب وليه لا يا فندم؟ اعمل لها الخدمه دي زي هي ما خدمت حضرتك حوالي 7 سنين. انما انت مهتم بيها قوي كده ليه؟ مش هي وبس يا فندم، اي انسان بحس انه في ازمه لازم اساعده. بالمناسبه، وافقت له على العلاوه اللي انت كنت طالبها له؟ ومدام زينب ابو العز نقلتها يا سيدي عشان تبقى جنب جوزها. ما نتحرمش يا فندم. طيب والاستاذه رشيده؟ هنرجع تاني للموضوع ده. ايه الحكايه؟ ابدا يا فندم، ولا حكايه ولا حاجه، بحس انها كفاءه ممتازه ومش واخده حقها. بتفكرني باختي سهى، فاكرها حضرتك طبعا. كانت اتخرجت قبل مني واشتغلت، وكانت دايما تحكي لي عن مشاكلها في الشغل. صدقني يا فندم كنت بتألم علشانها، لأن أيامها ما كنتش أقدر أحل لها أي مشاكل بالنسبة لها، لأن لسه كنت طالب. مش هي دي اللي هاجرت كندا مع جوزها؟ أيوه يا فندم، للأسف رجعت وما لقيتهاش. حسيت إن أنا فقدت حاجة كبيرة أوي، يمكن لو كنت حللتها بعض مشاكلها ما كنتش حسيت بالألم اللي أنا حاسس بيه دلوقتي من هنا. طيب ما تاخدها عندك، قصدي رشيدة. يا مستغنى عنها للدرجة دي؟ ما أخبيش عليك يا توفيق يا ابني، في ناس مكلميني على سكرتيري تمسك لي مكتبي. حاجة تانية، شياكة وحلاوة وشباب، مش شهادة عالية وتقعد تتفلسف بعلمه. بقى هو ده الموضوع. الراجل مننا بيقعد في مكتبه أكتر ما بيقعد في بيته، وعاوز يجي المكتب يتصبح بوش سمح، ولا أنت مش معاي؟ خلاص يا فندم، أخدها عند الإدارة تشتغل معايا.
اتفضلي. دي اوضتك؟ لو عجبتك اعتبريها من النهارده اوضتك. حلوة. انا احب الذوق الكلاسيكي قوي. ايه بقى الحكاية؟ هنرجع نسرح تاني ولا ايه؟ ما احنا خلاص انتهينا من الموضوع ده. حاجة غريبة يا استاذ توفيق، دايما تحصل لي ان الناس تحتاجني في الاول، واحتياجهم ده بيخليني ادي واديهم من نفسي، فجأة يقولوا لي متشكرين ما بقناش محتاجين لك. حصل لي ده مع بابا واخواتي ودلوقتي مع المدير. بس تأكدي ان ده مش هيحصل معايا ابدا، لان هفضل دايما محتاج لك. ارجوك ارجوك يا استاذ توفيق ما تقولش كلام الا وانت واثق منه، بعدين اصدقك. بلاش مجامله. وهجاملك ليه بس؟ انا فعلا محتاج لك. شو يا ستي، خلينا زي رجال الاعمال اللي بيربط بينهم المصلحه المشتركه. مش فاهم. قبل ما يحصل سوء التفاهم اللي بينك وبين المدير، كنت كلمته عنك علشان تيجي تشتغل معايا، وهو بس كان فيه شرط، موافقتك انت. وتاكدي يا رشيده ان قراره ده بالاستغناء عنك كان بناء على طلبي انا. انت بتحاول تخفف عني بس. وبعدين بقى على راي هشام، لولا ولائك واخلاصك للمدير كان زمانك دلوقتي بقيتي مديره كبيره. انا ما كنتش ناويه استمر اشتغل معاه، انا كنت هقدم استقالتي. دي طريقه حل المشاكل، تستقيلي؟ طب ده كلام، انت هتشتغلي معايا نائبه لمدير اداره التخطيط. ايه؟ وفي الحقيقه انت اللي هتمسكي كل حاجه، وانا مستعد اشتغل لك سكرتيرك لو عايزه. انت بتتريق. بتتريق ايه بس؟ انا دلوقتي هحضر لك قرار حالا من المدير بتعيينك لو وافقتي. وانت ايه مصلحتك في كده؟ انا مش فاهمه حاجه. اسمعي تعالي، انا ما خلصتش كلامي. انت عارفه اللي انا بحضر للدكتوراه، وان شاء الله هاخدها من هنا. عارفه يا رشيده، بحس كده ان انا عايز اخدم بلدي، اقدم لها حاجه، ادرس مشاكلها واقترح الحلول. وبعدين؟ يعني باختصار انت اللي هتمسكي مسؤوليه الاداره دي كلها علشان اتفرغ لرسالتي. شفت قد ايه الخدمه اللي هتعملها لي؟ ايه، مش عاوز تخدميني ولا ايه؟ بالعكس انا موافقه، كفايه وقفتك جنبي، كفايه اهتمامك بيا، انا موافقه. اهلا يا رشيدة، يظهر انك نسيتينا ولا ايه؟ معقول انساكم يا هشام؟ قولي انت فاضي شويه؟ انا تحت امرك. طيب عايز اعرف منك شويه حاجات. اتفضلي. بص، ضروري التليفون ده يعني؟
ايوه لازم اخد ميعاد من الكوافير لقبل رشيده، والتليفون عندنا في البيت عطلان. الكوافير قبل رشيده؟ طبعا، مش لازم تعمل شعرها قبل ما تروح الشغل. انت بتتكلمي جد؟ طب ما هي طول عمرها بتعمله في البيت. لا ده انت ازاي بقى ما عندكيش فكره، دي اتغيرت خالص، استلمت شغل جديد بقالها كام شهر، ومن يوم ما استلمته هي بقت حاجه تانية خالص. اكيد بقى في الشغل الجديد ده في حاجه كده ولا كده. قبل رشيده؟ ودي معقوله يا منى؟ طب ما بقاش انا منى اذا ما كانش في حاجه كده ولا كده في الشغل الجديد. هاي عادل، تعالى يا عادل. اهلا منى. يلا بقى قاعدين شريف مستنينا في العربيه بره، قولي لها ما عرفتش اتكلم تروح بشعرها كده، تلبس باروكه، تعمل اي حاجه. يلا اتفضل. قوم انت يا بابا روح مشوار. واسيبه ازاي بس؟ ما هي لو رشيده كانت هنا. يا بابا ما انا قاعده معاها اهو. انا مش عاوز حد يقعد معايا، هاتولي طياراتي. طيب بابا خد، انا مش بحب الليمون. اشرب يا حبيبي الليمون عشان تخف. يلا يلا حبيبي، يلا كله كله. اتفضل. برافو برافو. يلا يا بابا قوم روح انت. طيب مش عايزين حاجه يا اولاد؟ لا سلام. سلام يا بابا. بطل حركه علشان تخف. بس لو اشترك في معهد الطيران مش راعي؟ لو بطلت حركه ودوشه انا هخليك تشترك. قبل رشيدة أنا زهقانة جدا. طبعا من البطالة. حد قالك تسيبي شغلك؟ كنت عايزاني أعمل إيه بعد اللي حصل بيني وبين عزت؟ أنا خلاص فقدت ثقتي بالمسرح وبالفن وبكل اللي بيشتغلوا فيه. تبقي غلطانة ولازم تشوفي حل لمشكلتك دي. هو في أحلى من الإنسان لما يشتغل مع الناس اللي بيحبوهم ويرتاح معاهم؟ عندما يبدأ الفنان حياته وهو يصنع فنا حقيقيا لا يمكن أن يقبل منه الجمهور أن يقدم إسفافا باسم الفن. ألو؟ مش معقول عزت؟ ده انا لسه كنت بقرا اللي كاتبينه عنك النقاد. لا مش قصدي على الشتيمه، قصدي على النجاح، نجاح مسرحيتك. لازم تيجي يا مرفي، ده معقول؟ ده افتتاح الشقه الجديده وكل زملائك اعضاء الفرقه القديمه موجودين وعاوزين يشوفوكي. ايه لازم تيجي يا ميف؟ لا احنا مستنيينك. مش هنبدا الحفله لما تيجي يا ميفا. ايه انت فين يا ميرفت؟ عايزين نشوفك. خلاص هتيجي، احنا مستنيينك. اوعى تكون فاكر ان الديكورات اللي في الشقه دي من ايراد المسرحيه الجديده. لا 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 ابدا، دي من ميراث بابا. استاذ عزت، ايه شعور حضرتك دلوقتي لما سبت اداره المسرح الغنائي وتفرغت للاخراج للمسرح التجاري؟ والله حسيت اني وجدت نفسي، لقيت طريقي. ميرفت يا حبيبتي. ازيك يا توت؟ اهلا يا حبيبتي. اهلا يا حبيبتي. بركه انك جيتي، سنه ولا اكتر دلوقتي ما شفناكيش من يوم المسرحيه ياما وقعت وقعت الفرقه معاها، وزي ما تكون ليله القدر اتفتحت له. بتعملي ايه هنا يا توتة؟ اديكي زي ما انت شايفة، اخدني اشتغل عنده بعد ما سبت الفرقة، اشرف له على بيته، على اكله، على شربه، ضيوفه. العشرة ما تهونش. ومبسوطة كده اكتر
طب ما خدكش ليه تشتغلي في الفرق اللي هو بيشتغل فيها؟ وهي الفرق اللي زي دي ياخدوني برضو، دول لهم ناسهم. قولي لي حبيبتي، اتجوزتي؟ لسه. اتجوزي يا مرفت، ما تعمليش زيي يا حبيبتي، ما تخليش حبك لشغلك يلهيكي عن حياتك. اما الاقي الشخص المناسب؟ ربنا ينولك اللي في بالك يا حبيبتي. اتفضلي اتفضلي، خدي راحتك، ده البيت بيتك ومطرحك. اتفضلي، عن اذنك اتفضلي. مرفت اهلا وسهلا. اهلا يا مرفت. اهلا. ايه يا مرفت كده مش عايزه تيجي؟ معقول برضو ما تقبليش عزومتي رغم الالحاح ده يا مرفت؟ مبروك. كان نفسي انت اللي تعملي لي الديكور بتاع الشقه دي، شقتنا. لكن اعمل ايه بقى، نشفت راسك. على العموم اذا كنت نسيتيني انا مش ممكن انساك يا مرفت. شقه فخمه قوي، يا ترى دفعت فيها كام خلو ورجل؟ ولا مليم. عرفك بالشخصية الخرافية اللي جابت لي الشقة دي، تعرف البلد كلها. والده فتح مكتب لدراسة الجدوى. سمعت عن دراسة الجدوى يا مرفت؟ طبعا لا. أنا أقول لك يا ست، دراسة الجدوى يعني بيدرسوا المشروعات قبل ما تتنفذ، وبعدين يشوفوا إيه مكسبها وإيه أرباحها وإيه المفيد منها بالنسبة للبلد. صح؟ توفيق. أقدم لك زميلتنا مرفت، مهندسة ديكور. توفيق الشناوي، رجل أعمال لسه راجع من بره ومتحمس إنه يعمل حاجة جديدة لبلده. بيتهيألي تقابلنا قبل كده. آه، أنت ليه مش بتيجي النادي؟ بطلتي تمرينات رياضية؟ الله، طب والله كويس، ده أنتوا طلعتوا تعرفوا بعض أهو. على فكرة مرفت، توفيق بيدرس لنا مشروع تأليف فرقة مسرحية خاصة، تشترك معايا؟ أنا مش قد مشاريعك يا عزت. خلاص سيب الناحية المادية دي عليا، بس اسمع توفيق، المرة دي لازم تاخد أتعابك. بلاش الكلام على الفلوس دلوقتي، المشروع بتاعك اللي أنا بدرسه لك هدية مني ليك. لا يا حبيبي لا، الشغل شغل مفهوش هدايا، وبعدين أنت هتضيع نفسك كده يا راجل، اوعى لفلوسك. الانسان النهارده قيمته بالقرش اللي معاه. معاك قرش تساوي قرش، معاك مليون تساوي مليون. اسمع يا عزت، انا مختلف تمام معاك. صحيح الانسان هو اللي بيعمل فلوس، لكن عمر الفلوس ما تقدر تعمل الانسان. الكلام ده انا بقوله من واقع تجربتي. ياما ناس معاها فلوس مش قادره تعمل بيها اي حاجه، وناس تانية. طب حس انكم بقى طلعتوا تعرفوا بعض كويس، بعد اذنك اشوف بقية المعازيم. ها؟ طب عن اذنك انا ماشية. ايه ده، مش ممكن تروحي دلوقتي يا ميف؟ ده انت منورة يا ميف، ما تبيش تغيب عنا كل الغياب ده. خليكي معانا شوية. طبعا إذنكم. عن إذنكم. غبت كتير عن مصر؟ أوي، غبت كتير أوي، لدرجة إني رجعت وأنا حاسس كده إني شايف كل حاجة بعين جديدة. وشايف إيه؟ شايف بلدنا أجمل بلد، وناسها أظرف وأطيب ناس في العالم. سافرت برا؟ لا. لازم تسافري علشان تعرفي معنى الغربة، ومعنى انك ترجعي بلدك تاني. هتلاقي نفسك تحب الارض اللي انت ماشية عليها، والناس والناس ولاد بلدك حواليك، اهلك جذورك، وانهم ابوك وامك واخوك. حتى لو فقدت الاخوات وبعدت المسافات، فاهل بلدك هم هم اخواتك. للدرجة دي؟ يمكن بالكلمات دي ما اقدرش اعبر لك عن أحاسيسي. تحبي أجيب لك حاجة من البوفيه؟ لا متشكرة قوي، أنا حاسة إني شبعانة. تعرفوا بعض من زمان؟ اشتغلت معاه ومع الفرقة مدة طويلة في المسرح الثقافي.
شخصية غريبة. كان أياميها إنسان بسيط لكن بيعمل فن، لكن للأسف بعد ما عرفته أكتر اكتشفت إن آخر حاجة بيفكر فيها هي الفن، وإن الفلوس والعز والفخفخة والمظاهر كتير. بعدنا عن بعض، هو اختار طريق. الكلام ده من مدة؟ من سنة تقريبا. طريقه هو وصله انه يعمل الشقة الفخمة دي. مسألة عادية جدا، اتنين بيتعرفوا ببعض وبعد كده بيكتشفوا ان هم ما يعرفوش بعض واختلفوا، كل واحد بيمشي في طريقه. معنى كده انك تبطلي تيجي النادي وتبطلي تلعبي الرياضة. الواحد لما بيفقد حماسه لحاجة بيفقد حماسه لكل حاجة، وانا من يوم ما فقدت حماسي لشغلي وانا تفقدي حماسك لمجرد انك اكتشفتي انك وثقتي في انسان وما حققش الصور اللي في ذهنك؟ لا 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 طبعا، مالكيش حق. انا مضطر امشي لاني حاسه اني بتخنق هنا، عن اذنك. طب لو سمحتي، لو سمحتي هنتظرك بكره في ملعب النادي الساعه 6 بالظبط، ارجوكي هتلاقيني مستنيكي. هو الاستاذ توفيق ما جاش النهارده؟ وهو عاد بيجي يا ست هانم. البركه في سيادتك، انت اللي ماسكه كل حاجه، اهو مدير بالاسم وبس. جرى ايه يا استاذ مخيمر؟ انت دايما ليه متحامل على الاستاذ توفيق؟ يعني شوفي سيادتك حرقه نفسك علشان الشغل وعلشاننا ازاي، وهو ولا سائل في حاجه، مش فاضي غير لمصالحه الخاصه. احنا كلنا هنا بنتعاون مع بعض ومفيش داعي للكلام ده. اتفضل. صباح الخير هشام. اهلا يا هشام. ايه ده كل يوم المكتب بيزداد فخامه. لا ابد، ده شويه زرع كده على شويه تبلوغات. طول عمرك تحب الفخفخه يا رشيده، وانت طول عمرك مش عاجبك حالي. بالعكس، انت طول عمرك عجباني، بس انت اللي مش واخده بالك. قولي يا هشام عامل ايه؟ ولا حاجه. هعمل ايه؟ محلك سر. لازم يكون عندك طموح يا هشام، مش كده؟ مفيش دافع انك تحسن وضعك، ده مش دافع. لو في هدف يحركني كنت هديت الدنيا وبنيتها تاني، لكن انا انسان فاقد الحماس. هو فين الدافع هشام؟ معقول الكلام ده؟ بكلمه منك، كلمه منك يا رشيده هتحول لانسان تاني خالص وهتشوفي. انا اسفه يا هشام، انا عمري ما فكرت في... عمرك ما فكرتي فيا. انا اللي دايما كان عندي امل، كنت بحس ان انا وانتي حاجه واحده. ده صحيح، انا مش بستريح الا لما بتكلم معاك، ولما بكون في ازمه ما بلجاش لحد غيرك. لكن استاذه رشيده جوه مخيمر؟ ايوه يا فندم. عن اذنك يا هشام، الاستاذ توفيق وصل، اشوفك وقت تاني اذا احتجتي الحاجه. انا تحت امرك، انا شخصيا مش هتصل بيكي تاني. البير مدير وصل يا فندم. اهلا، ازيك يا استاذ هشام؟ اهلا، على اذنك. اهلا يا استاذ توفيق. كنت لسه بسال عليك. نجيب قهوه ولا شاي يا فندم؟ لا لا ولا حاجه، لسه جاي من مكتبي وشارب قهوه وشاي وكل حاجه. يلزم اي خدمه؟ متشكر. ابن حلال. مين؟ مخيمر؟ قصدي على هشام. في الخير، دايما يسال عليك. يعني انتم اصحاب من زمان مش كده؟ قصدك زمايل؟ ايوه، بس في نوع من الصداقه بيربط بيكوا برضه. لا ابدا، ما فيش حاجه. ده انا حتى ببقى مكسوفه لما بيجي هنا المكتب، وببقى مش عارفه اتصرف ازاي. طب ومكسوفه ليه؟ يعني المفروض انه مكتبك ويمكن ما تحبش. يا رشيده، ده مكتبك انت ولازم تحس فعلا ان ده مكتبك. يعني
انا النهارده معاكم بكره مش معاكم. ما تقولش كده يا توفيق. وبعدين بقى معاكي، ما انت عارفه ان ما اقدرش اوفق بين عملي في الشركه هنا وبين رسالتي. على العموم فكري في الموضوع اللي اتكلمنا فيه ده، افتكر بقى جه الوقت اللي لازم تتخذي فيه قرار. موضوع ايه؟ هشام بيتهيألي معجب بيك. ابدا ابدا، بقول لك انت فاهم غلط، على الاقل من ناحيتي انا مفيش اي حاجه. اظن بقى هتقولي لي اخواتي ما اقدرش اسيبهم المسؤوليه وان ده هو السبب. لا مش ده هو السبب. تاكدي يا رشيده ان هما اللي حاملين همك مش انت اللي حامله همهم، ويهمهم كمان انهم يشوفوكي سعيده. اكيد يهمهم يشوفوني سعيده. يبقى خلاص اتفقنا. على ايه؟ وبعدين بقى معاك يا رشيده، اخرجي من العزله اللي انت فيها دي، الشغل مش هو كل حاجه، وبعدين لازم تعرفي ازاي تتعاملي مع زملائك، لان كده ما ينفعش. باختصار احبحيها شويه. حاضر هبحبح. الظاهر ان انا فقدت لياقتي البدنيه خالص، بقيت بتعب بسرعه مع اني بقالي اكتر من شهر اهو بتمرن. على كل حال استمرارك في الملعب هيجيب نتيجه. ما قلتليش بتشغل ايه من دول؟ شغل؟ انا بقالي اكتر من سنه خاليه شغل. مش عارفه لو ما كانتش اختي الكبيره هي اللي بتصرف عليا وبتديني مصروفي مش عارفه كنت هعمل ايه. مش عيب برضه اختك الكبيره تصرف عليكي. بتشغلي ايه؟ هتبتدي شغل تاني امتى؟ للاسف كل المسرحيات اللي اتعرضت عليا ما اقتنعتش بولا واحده منها. طب ايه رايك انا عندي ليكي شغل؟ انا ما بفهمش في الاقتصاد. اشمعنى انا بفهم في الفن؟ يمكن لانك فنان جواك فنان ضل طريقه لعالم الاقتصاد والتجاره. خلينا في المهم، انا كلمت والدي عنك وعايز اشوفك. وايه المناسبه السعيده؟ ابدا، في مشروع بندرسه عندنا في المكتب ومحتاج لبعض استشارات فنيه، كنت عاوز اخد رايك. وهيديني كام على كده؟ وبعدين بقى انت برضه بتبص للماده، ده انت فنانه. لا عندك، انا لازم اعرف هيديني كام. اصل شوف يا توفيق اخويا، البني ادم بيتمم بالفلوس، معاك قرش تسوى قرش. لكن قول لي ايه اللي لم الشامي على المغرب؟ ايه اللي لمك على عزت؟ ابدا، في ناس قالوا لي اشوف مسرحيه بيخرجها هو، للاسف لقيتها كلام فارغ. عرفوني على المخرج وكان عزت، اتناقشنا واختلفنا وبعدين اتصاحبنا. صاحبته؟ مش عارف، حسيت كده بعد ما رجعت من بره ان عايز يكون ليا اصدقاء. انا قلت يمكن بالشكل ده اهرب من الوحده والشعور بان انفصلت عن بلدي مده طويله. بس مش كل الاصدقاء يا توفيق، مش كل الناس. انت بالشكل ده يتخاف مني؟ لا لا لا، الموضوع بالنسبه لك طبعا مختلف. مش عارف، في حكايه كده حصلت لي اخيرا حسيت ان انا لازم احكيها لك. لقيت نفسي داخل في علاقة مع واحدة لمجرد اني حسيت انها زي اختي واننا ممكن نكون اصدقاء. والنتيجة؟ للأسف لقيت نفسي في ورطة مش عارف اوضح لها ازاي مشاعري وازاي هفهمها. الله يكون في عونك. لا لا، ده انت حالتك تصعب على الكافر. عن اذنك بقى انا رايحة اغير هدومي. مربت اتسيبتي ولا ايه؟ لا ابدا، وانا ايه اللي هيزعلني يعني؟ شوف يا استاذ، انت تروح تقطع علاقتك بالواحده دي وبعدين تيجي تتكلم معايا. ايه الكلام اللي بتقوليه ده؟ دي مش علاقه زي ما انت فاهمه. اسمع يا توفيق، انا عصبيه ونظري ضعيف وايدي تقيله. عسل ضيع مال. انا دلوقتي طمنت. طمنت على ايه؟ انت مش كنت رايحه تغير هدومك؟ انا كنت رايحه اغير هدومي. طب نتقابل بعدين. ها اوكي، باي باي. يلا بقى يا جميل، عادل بره في العربيه مستنينا. جميلة اهدى بقى، دي قبل ميرفت اختي الكبيرة. مين ده اللي كان معاكي؟ وازاي تسمحي له يحط ايده على كتفك بالشكل ده؟ ده شريف يا ابله زميلنا في النادي. وهي فين الزمالة دي بقى؟ انت بتعاملي زملائك في النادي بالطريقة دي؟ قدامي. يلا قدامي، دي بقت زيطة، مفيش مروح النادي تاني هنا الا معايا. يلا.
دي الواحدة مننا لما يكون عندها أخت واحدة كبيرة تبقى مصيبة، ودي عندها أختين. مسكينة يا جميل. من فضلك يا أبلة رشيدة اسمعيني شوية. ما أنا سامعاك يا هو. طب هنعمل إيه في المصيبة دي؟ ولا مصيبة ولا حاجة، أنت ليه مكبرة الحكاية كده؟ مكبرة الحكاية إيه؟ بقولك كان حاطط إيده على كتفها كده بمنتهى البساطة، تصوري. ثم دي كانت ماشيه معاه هي ومنى صاحبتها دي رايحين يركبوا العربيه، مين عارف كانوا رايحين فين. انت مش نبهتي عليها ما تروحش النادي لوحدها بعد كده؟ ايوه، بس انا ما اقدرش افرض عليها رقابه كامله، انا مش فاضيه لها. هو انا اللي فاضيه لكم؟ ما تشيلوا المسؤوليه عني شويه. هو انا هفضل شايله مسؤوليتكم لحد امتى؟ طب ما تزعقيش بس يا قبله رشيده، انا هتصرف. انا كفايه عليا لحد كده، كفايه. ليكي حق، هو فعلا كفايه عليكي، انا بس اللي مش عارفه اتصرف في سن جميله ده، لازم تشغل وقتها بدل الكلام الفارغ ده. وانتي غيرتي رايك ولا ايه؟ مش كنتي بتقولي لي ان الواحده لازم تختلط بالناس عشان تكسب خبره؟ ايوه يا قبله، بس في سن جميله ده لا، الكلام ده بعد الواحده ما تكبر وتنضج وتخلص دراستها. في سن جميلة ده لأ. أنا بصراحة مش عارفة أعمل إيه ولا أتصرف إزاي، وكمان بابا مش لازم يعرف حاجة. أنا الحقيقة يا ميفا مش سامعاكي خالص، مش فاضيالك. أصل الحقيقة الشركة عاملة حفلة لليلادي وعازمين. حفلة؟ غريبة، عمرك ما كنتي بتروحي حفلات. من هنا ورايح مش هتبقى غريبة. اهلا وسهلا. اهلا يا رشيد، ايه الحلاوه دي كلها؟ مين دول؟ بيشتغلوا عندنا في الشركه؟ بيشتغلوا ايه؟ دول لسه في الجامعه كتاكيت. هي الشركه فتحت دار حضانه ولا ايه؟ شوف يا ستي، الاولانيه دي نيفين بنت راشد بيه ابو الفضل رئيس مجلس اداره بنك الائتمان، والتانية اللي معاها كفايه. ما جتش المكتب ليه امبارح واول امبارح؟ كنت في اسكندريه. تاني شغل خاص لمكتب والدي. والدكتوراه؟ انت بطلت الدراسة؟ بالعكس، انا ماشي بأسرع مما كنت اتوقع، والفضل طبعا اولا واخيرا ليكي. انت اللي شايلة مسؤولية الادارة عني وبكفاءة كبيرة وكل بشهاد لك بيه. انا مش منتظرة منك تقولي كده. مش فاهم يا رشيد. لما قبلت اشتغل معك في الشركة، لما حاولت افهم شغل الادارة وفهمته وحبيت الشغل، والشغل بقى كل حياتي، كنتش فاهم ان الصورة هتبقى كده ابدا ابدا. يا عايزه نجاح اكتر من كده يا رشيده، انك فاهمه شغلك وبتحبيه. نجاح؟ تفتكر النجاح يهمني؟ امال ايه اللي يهمك؟ هتيجي الرحله بكره؟ حاضر. غير كبير قوي. اهلا اهلا يا فندم، ازاي الحال يا فندم؟ تغيير كبير قوي اللي انت عملته ده. مش فاهم يا فندم. رشيدة اتغيرت خالص، ما عرفتهاش اول ما شفتها، صغرت وحلوت وبقت اخر شياكة. امال يعني لما كانت بتشتغل معايا كانت محبكاها قوي، داخله مبوزها وخارجه مبوزها، لغايه ما خلتني اتخلق عليها من غير مناسبه. بس ما خبيش عليك، مفيش واحده من البنات اللي جبتهم تشتغل مطرحها قدرت تحل محلها. بيني وبينك هي ست عظيمه. هي فعلا انسانه طيبه وبنت حلال وشايله عني حمل كبير. مفيش حاجه تغير الانسان بالشكل ده غير الحب. انت بتحبها؟ احبها اكيد. لا يا فندم، ما انا قلت لحضرتك انها كانت فارطه وحبيت اساعدها. شعور اخ ناحيه اخته، ما
بعتبرها زي اختي سوها بالظبط. وهي شعورها ايه من ناحيتك؟ معرفش يا فندم. اعرف منين؟ انت عارف ظروف رشيد. مفيش داعي. داعي لايه بس يا فندم؟ ما حصلش اي حاجه. هتعمل لي عبيط. صدقني يا فندم مفيش اي حاجه بيني وبين رشيده. وبعدين انا مش شايفه في اي داعي لحكايه الباليه دي. هي هتلتفت لدراستها ولا للباليه؟ يا واد بطل شقاوه يا ولد. الهوايه كويسه يا رشيده يا بنتي، بتملى وقت الانسان وبتشغل تفكيره. عندك انا مثلا لو ما كنتش هويت لعب الطاوله والسويدي في النادي كنت هشغل وقتي ازاي، خصوصا بعد وفاه المرحومه امك. وانا لولا دخلت معهد الطيران. اسكت يا ولد انت. وبعدين كل ده هيجي فوق دماغي انا. انا اللي هغسل هدوم الباليه، وانا اللي هنضف جزم الباليه. وبعدين قول ايه حكايه الطيران الشراعي دي؟ قبل ما رفعت عملت لي اشتراك. بالنسبه لي انا يا قبل ما تحمليش اي هم، انا اللي هبقى اخد بالي من هدومي. احنا خلاص كبرنا وبقينا بنتحمل مسؤوليه نفسنا. يا قبله رشيده، ما كانش قدامي حل تاني. كان لازم جميله تلاقي حاجه تشغل وقتها وتستوعب كل طاقتها. ويمكن تجي لي فرصه واسافر بره. ليه لا، كل شيء جايز. وانا بقى اسوق لك الطياره. مالك يا رشيده؟ رشيده انا كنت عاوز اتكلم معاك في موضوع. معلش يا بابا، وقت تاني. بعدين يا بابا احنا مش قلنا بلاش القعده قدام الصوره دي؟ اقعد يا مرفت، عايز اتكلم معاك في موضوع. حاضر يا بابا. النهارده يا ستي جه عريس لاختك رشيده. بجد؟ مين؟ رفعت بيه بهنساوي، شافها معايا في النادي عجبته وطلبها مني. ممكن رفعت؟ مش معقول، ده قدك يا بابا. مراته اتوفت وما سبتلوش اولاد، وكمان عنده شقه جاهزه بلوازمها. لا يا بابا لا، ما اقول حضرتك ترضى بكده ان ابله رشيده تتجوز واحد اكبر منها بعشرين سنه واكتر كمان؟ لا يا بابا لا، دي ابله رشيده ضحت بنفسها علشان نسيت حقها في الحياه علشان تربينا. انتي كل ما يتقدم لها واحد ترفضه وتقول ده مش مستوايا. طلع لي في العلالي زي امها. اهو جالها بقى اللي مستواها، رفعت بيني ومن عيله كبيره. لا يا بابا لا، ده شيء فظيع. ما تفتحلهاش الموضوع. مش كده يا رشيد؟ الزملاء يقولوا علينا ايه؟ احنا جايين رحله مع الشركه علشان نندمج مع المجموعه، ولا ناخد ركن كده لوحدينا ونقعد نتعاتب؟ اللي يشوفك كده موظفة كبيرة ومالية مركزك وتحت أمرك مسؤوليات وموظفات وموظفين ما يتصورش أبدا إنك. إني إيه يا توفيق؟ أنا ست وعندي قلب وشعور تناسي. كل ده علشان قلتلك إن هسيب شغلي في الشركة واتفرغ لرسالتي والمكتب والدي؟ بس معنى كده كل اللي بيننا خلاص انتهى؟ على الأقل كان في صداقة وزمالة. انت ناسي، انت مرة قلتلي اني مصلحش اني اكون، اني اصلح اكون زوجة دبلوماسي او رجل اعمال ناجح. انا من اول يوم رجعت في مصر كان عندي مقاييس واحكام جاهزة على كل حاجة، كنت بحكم على المظاهر. لكن بعد ما عشت المدة الطويلة دي هنا وعرفت الناس واختلطت بيهم كويس، اتغيرت وجهة نظري لحاجات كتيرة اوي، وبقيت واقعي اكتر عن اول ما جيت. هي دي الحقيقة. حقيقة ايه بس يا رشيدة؟ انا مصلحش اكون مدير، وانت جنبي كنت قادرة، لكن دلوقتي لا. صدقني بس ده غلط، كل اللي بتعمليه ده غلط. انا كان دايما شعوري ناحيتك،
شعور كله تقدير واحترام. شعور أخ ناحية أخت كانت في ورطة وخلصتها منها. مش الفكرة يا رشيدة، أنا طبعا منساش جمايلك علي، ويهمني جدا إن أنا أرد لك الجمايل دي، ويهمني كمان إنك تكوني موفقة وسعيدة. مجرد شعور بالامتنان. وده لازم يكون شعورك. مشاعرك أنت حر فيها، لكن ما تتدخلش في مشاعري. أنا حرة فيها. ألو ألو، مين اللي بيتكلم يا جابر؟ مفيش حد يا سعادة البيه، دول بينهم جماعة بيعاكسوا. طب حط السماعة. حاضر يا سعادة البيه. بقول ايه يا مرف؟ ايه رأيك في بابا؟ مش عارفة يا توفيق، حقيقي الأول مرة بحس إن صاحب المشروع ممكن يخدم بلده زي الفنان ما بيخدمها بالظبط، بس عن طريق تاني، إنه يبني ويعمر ويشغل الناس. على فكرة بابا تأثيره خطير جدا، خصوصا على البنات الحلوين اللي زيك. لكن حقيقي يا توفيق، هو محتاج لي في المشروع اللي هو بيدرسه ولا مجرد مجاملة؟ طب وهيجاملك ليه؟ مشروع المدينة السياحية اللي احنا بندرسه عندنا في مكتب والدي له جوانب فنية وبتدخل في صميم اختصاصك. وتأكد يا مرفت ان صاحب المشروع اذا ما كانش جواه فنان وحاسس ببلده ومشاكل مجتمعه، مش ممكن ابدا يقدم شيء الا وله قيمته. عارفة ليه يا مرفت؟ علشان البنى يجي نابع من مصر والمصر وحب مصر. مش ده كان دايما كلامك؟ توفيق، انا كنت عايز اخد رأيك في حاجة. ايوة يا حبيبتي. مرفت مرفت، لا إرادية جت كده، إيه رأيك؟ بس توفيق لازم أفكر. إشمعنى أنا ما فكرتش يا مرفت؟ أنا ماشية. طيب لو سمحت، يعني إمتى هتخلص الشغل اللي معاكي؟ أولا أنا بشتغل مع والدك، ملك أنت بقى. أي مساعدة؟ لو احتجت لك هبقى أقول لك. طيب تكلميني في التليفون؟ لا، أنا في شغلي إنسانة جادة جدا. طب أنا متأكد، والعمل عندي له احترام. أنا بتكلم جد، أنت ليه مش عاوزة تقتنعي؟ أقتنع بإيه؟ تقتنع بإني. بلاش تسرع يا توفيق. مرت، الحب مش عاوز تفكير. تكفي أول نظرة إن الإنسان يشعر باللي قصاده، إن عرفه وشافه قبل كده مليون مرة، وإن هو ده الإنسان اللي حلم بيه وبيتمناه طول عمره. رد على التليفون يا محمود. ألو ألو، الناس اللي بتعاكس يا بيه. لو حد سأل عني انا راجع تاني. حاضر يا بيه. مالك يا بنتي؟ مش زي عوايدك. ابدا يا بابا، مفيش حاجه. انا كنت عايز اتكلم معاكي في موضوع يخص اختك ميرفت. مالها؟ ما ستي اتقدم لي واحد علشان يخطبها وعاوز يجي قابلني، لكن انا ما اديتلوش كلمه. قلت لما اخد رايك الاول. اسمه الكاتب بتاعه الظاهر انه مستعجل قوي، وميرفت فرحانه بيه جدا، بتقول انها اتعرفت عليه في النادي، اصلها اشتغلت في مشروع حقيقه، بتشكر في العريس قوي، بتقول عليه شهم ودغري وصريح وعاوز يعمل حاجه لبلده.
طبعا انت عارفه ميرفت صعب قوي ان حد يعجبها. مالك مالك؟ لا ابدا، بس تعبانه شويه برضه، لسه ما عرفتش رايك. مش لما اطمن اكتر من كده؟ وهي انا قلت لك لما تنتهي منها الاول. انتهي من ايه بس يا ميرفت؟ المساله مش زي ما انت فاهمه. ذنبها ايه يا توفيق انك تهتم بيها الاهتمام ده كله وفجاه تكتشف انك كنت بتتسلى؟ لا يا ميرفت ارجوك ما تقوليش بتسلى. بتشبع فضولك، المساله واحده. كانت لازم تفهم حقيقه شعور اللي قصادها، ما تغمضش عينيها وتعيش داخل مشاكلها وتحلها لحساب غيرها بغض النظر عن مشاعر هو. انا مش قادره افهمك. انت فهماني كويس قوي، وكان ليكي تجربه من النوع ده. قصدك عزت؟ ايوه، هو كان محتاج لك وبس، ما كانش في اي شيء مشترك بينكم. انت مش كنت دايما بتقولي ان الحب تفاهم مش مجرد احتياج من طرف واحد؟ اسمعي يا ميرفت، الاحتياج ده اذا ما كانش متبادل والمصلحه مشتركه في علاقه ابدا. انا اسف يا ميرفت اذا كان كلامي ده يصدمك شويه، لانه كلام واقعي وكلام عملي وانت فنانه. بالعكس كلامك مظبوط، الاحتياج لازم يكون متبادل والمصلحه مشتركه. المشكله اني ما رضيتش اخدعها، كان في امكاني اني اخدعها وكانت هتكون سعيده، لكن صدقيني يا ميرفت ما رضيتش اخدعها. ميرفت يا حبيبتي، انا عايز اعرف ايه اللي مأخر جوازنا لحد دلوقتي؟ ده انا بقالي اسبوعين واكتر بحاول اجي اقابل باباكي، مش عايز يديني موعد لحد دلوقتي. المشكله مش في بابا يا توفيق، بابا موافق انه يشوفك، المشكله في اختي الكبيره. مالها اختك الكبيره؟ انت عارف يا توفيق ان هي اللي ربتنا من يوم ماما ما ماتت، وهي المسؤوله عننا. كنت قلتيلي مر؟ مش عارفه ليه لغايه دلوقتي مش راضيه تدينا كلمه. ليه؟ واخدة موقف مني مع انها ما تعرفنيش؟ لا ابدا، بس اصلها ظروفها وحشه. ما اتجوزتش؟ المفروض يعني نستناها لما تتجوز؟ لا طبعا، بنات توسون باشا مش من النوع ده. توسون باشا ابو امي، اسم غريب شويه مش كده؟ لا ابدا، ده اسم ظريف جدا. هي اسمها ايه؟ هي مين؟ اختك. اسمها رشيده هانم محي الدين، زي بس انا بقى اسمي ميرفت محي الدين من غير هان. طب لو سمحتي لازم اعمل تليفون ضروري. عن اذنك لحظه واحده. الو توفيق. اسمعيني يا رشيدة، أنا معرفش إلا من لحظة واحدة إن ميرفت هي أختي. أنا بحب ميرفت وعايز أسعدها وما تقفيش ضد سعادتها. افتكري تضحياتك ليها هي وأخواتها، فأرجوكي كملي تضحياتك ويبالي جوازي منها. أنا كل اللي عايزه منك ما تقوليش عن علاقتي بيكي، لأن محدش هيقدر يفهمها. محدش هيقدر شعورك وشعوري. اسمعي يا رشيدة، هل أنا وعدتك مرة بحاجة؟ هل كان في كلامي حاجة تحمل المعنى ده؟ لا، أنا اللي اتصورت حاجة غلط.
صباح الخير يا استاذ يحيى. استاذه رشيده صباح النور، اهلا وسهلا، المكتب نور. متشكره. هو هشام هيتاخر؟ هشام مش جاي النهارده. مش جاي؟ عنده شويه ظروف عائليه، بنت اخوه طفله صغيره اللي اسمها داليا حصلت لها حادثه امبارح. بنت اخوه؟ وانت ما تعرفيش حاجه عن ظروفه في البيت؟ لا ما اعرفش. انا كنت فاهم انه قال لك. عمره ما قال لي عن حاجه ابدا. وسيادتك عمرك ما سالتي عن ايه؟ عن كل حاجه. عن ايه اللي منعه عن الجواز لغايه دلوقتي؟ عمري ما فكرت اساله السؤال ده. اهلا يا رشيد. صباح الخير يا هشام. صباح النور، اتفضلي. ممكن اشوف دالي؟ اتفضلي في اوضتها. انا ازيك يا داليا دلوقتي؟ كويس احسن. وازيك انت يا ابا؟ الحمد لله يا حبيبتي. انت ايه زهر، كنت نايمه؟ نامي يا حبيبتي نامي. من زمان وانت واخدهم عندك؟ من يوم ما حصلت الحادثه. اظن يحيى حكالك، كلمني في التليفون من شويه. ايوه بس انا احب اسمع الحكايه منك. اتفضلي. اخويا مات هو والدتهم في حادثه عربيه. كان مصطفى عمره ما يزيدش عن 10 سنين، وداليا سنتين. وطول المده دي كلها وما تقوليش يا هشام؟ ما حبيتش اقلب دماغك. انا انانيه انانيه، ازاي ما حاولتش اعرف ظروفك؟ بالعكس، انت قلبك كبير، طول عمرك قلبك كبير ويساعد الدنيا بحلها. لما كنت ابقى في مشكله كنت الجأ لك، وانت عمرك ما لجأت لي. ومع ذلك العلاقه بينا فضلت دايما قويه وعظيمه، والسبب في كده اني فاهمك وحاسس بيكي. عمر مظهرك ما خدعني ابدا. كان لازم انا كمان افهمك واحس بمشاكلك. كل شيء باوانه، ولما جه الوقت جتيلي. مالك يا رشيد؟ في حاجه مضايقاكي؟ لا ابدا، بس يمكن متاثره من الموقف ككل. مالك يا رشيد؟ صدقني يا هشام مفيش حاجة، أنا جيت بس عشان أطمن على داليا، مفيش حاجة تاني. لا، في حاجة مضايقاكي، أرجوكي تحكيلي. معقولة؟ معقولة حدوشك تاني بمشاكلي؟ تأكدي إني بكون أسعد إنسان. ميرفت يا هشام. مالها ميرفت؟ اتقدم لها عريس. شيء ظريف. عارف هو مين؟ مين؟ توفيق الشناوي. توفيق، وانت كان رأيك ايه؟ رأيي لا يمكن طبعا اخليه يتجوز اختي. اللي اعرفه ان توفيق له معاكي مواقف مشرفة وعظيمة، ومش بس معاك انت، بس مع ناس كتير في الشركة. انا عارفة يا شيخ. كفايه انه اصدر قرار ليكي انك تبقي مديره اداره التخطيط بداله قبل ما يمشي. انت طول عمرك انسان بيضحي وبيدي من غير ما تنتظري مقابل، والانسان اللي اتعود انه هو يعطي لا يمكن يتوقف ابدا عن العطاء. ارجوكي
وافقي على جوازه من ميرفت. مش ممكن، مش ممكن اوافق. اصلك ما تعرفش حاجه، الحكايه مش زي ما انت متصورها. انا عارف كل حاجه، عارف ان مواقفه معاكي وجمايله اثرت عليكي الفتره، هزتك، لكن المفروض انك انت تجتازي المرحله دي وترجعي رشيده القويه الواثقه من نفسها اللي مفيش حاجه ابدا تقدر تاثر عليها ولا تهزها. مش معنى انك انت ما اتفقتيش انت وتوفيق انه انسان سيء ابدا. احنا اللي بنحدد المعامله اللي الناس بيعاملونا فيها. في انسان يدفعني ان انا احبه من اول نظره، وفي انسان بيجبرني على ان انا احترمه واقدره، وده قدرنا يا رشيد. الناس اللي نحبهم يقدرونا ويحترمونا، لكن للأسف حبهم بيبقى لشخص تاني. وأقول إيه لبابا وميرفت وأخواتي؟ إزاي أهز الصورة اللي هم واخدين عني؟ أنت مش مطالبة أبداً إنك أنت تقولي الكلام ده دلوقتي. ما لا أقول لهم إيه؟ أقول لهم إني معرفوش؟ تقولي إن العلاقة اللي بينكم علاقة بين اتنين بيشتغلوا في مكان واحد؟ أرجوكي ما تقتليش الفرحة في قلب ميرفت يا رشيد. تفضل صورتي قدام بابا وميرفت وأخواتي، الإنسانة القوية اللي ما قدرش حد يأثر عليها ويهزها، نقطة بيضة ما فيهاش ولا نقطة سودة، وهتفضل دايما بيضة دايما. قبل رشيدة ممكن تقفلي لي الكوبشة؟ مش عارفة أقفلها. حاضر. مش عارفة أشكرك إزاي يا أبلة. على إيه؟ أنا لسه ما وافقتش. كفاية إنك سمحتي لتوفيق إنه يجي يقابلك ويقابل بابا. أنا متأكدة إنه هيعجبك وإنك هتوافي. أنتي متأكدة من شعوره من ناحيتك؟ طبعا. واللي خلاكي تتأكدي؟ لا، من الناحية دي اطمني، أنا متأكدة من مشاعره. ربنا يوفقكم ويساعدكم يا ميرفت. اهلا اهلا يا استاذ توفيق، اهلا وسهلا. اهلا يا ابني، اتفضل اتفضل يا ابني. انا جيت بدري شويه عن الميعاد ولا ايه؟ لا ابدا ابدا، لا بدري ولا حاجه، ده احنا منتظرينك من الصبح يا ميرفت. ايوه يا بابا. مش تيجي تقابل خطيبك؟ طيب حاضر. هيا قبلة قولي لي ايه رايك كده، كويس زي القمر يا حبيبي. لسه مشرف. الله يحفظك. اهي دي بقى أبلة رشيدة يا توفيق اللي ياما كلمتك عنها. اقدم لك توفيق يا أبلة. اهلا يا فندم، تشرفنا. اهلا وسهلا، اتفضل.